Я думаю, она فمن عيوب وهو نسبة قوة السعادة زجر هي هذا حمش الطريقة غونا في مديج باش تناغز غبغتنور الصبر. باش تناغم يبقى نجب ساتر التسخط قبز هذا حمي التسخط وكا أخو كبيرة غم وتي بكثرة قبزان رقو نحيني خمسس ويبدما شركتكم في شان جاخونس كيف تبو يتسخط دازو جاو هذا حمي وكا أمزر تي قبزان بلسانه تي قبزان يتقلب جاخونس يبزا بجوارحه جايب وتي أكثر التسخط تجا يبزا جا ما قبزا بلسانه أوف أوف جي أو ما جي ما جو يصرخ ما شخدة ما خوانا ما يشكي بغر معا صدار زي عليه إسر عاري تسخط بزا جزر باللسان قبزو جراس كوتي قبز جر قزري غثا غور اللحم يوخا أخوهم أرزته مخو يقول ابن ابن القيم القيم رحمه الله رحمه الله قجيئة إن قطفهم يا المعلومات لا بزجق تجلس على غم يا الحيطان مرز نغر بالنسبة عوا بيش للنفس حد التي بين تخوة جنبيه يا أبثب مخش تشهد بسر عليه يا من أدحم ظلمه أي جزر برمه قبس سر يظن السوء ستش ولما حاجة ساب نعلم خودو قصر جنفيت يصلي مباب كذا خودو وهذا قصر ما مزلم يصلي له سحما الإمام بم الذي مودمت كوي الإمام أساسي ليس مأو بإمام أبو نزتيتي أش سزرش سي أم جي أورا يقو جاما التسخط قبزر يا أبثب جاما يتوالى قبزر يجب يشق زفيت الجو خو يشحط ينتف سقريتشو الشعور إنا يقول بام قد يوو يدق كتري السيف قطة بحذر زمزة السيف يسرع سقي الجو بخاطر زغور يسرع كريز الجو يزوح طيرش يسخط مرزوه ما قبزر لا ألا بد حموشي من غونا عد في مديج مصيبة بشان معنا فيرست رجاء صابر أدخاكم باش شناغ والصبر زخي بغاثنر مثل السيف خنيم أفاغمو مرهم بسيم مدى خودش قتله تجسي أفاغر ولكن آوا عاقبه بق بق بسابر فوم أحلى نخ من نخ أفس العيش رجاء ليس اللحم ما يوفر يفجب جا باش السعادة تشكم ولكن يبسابر يعيش اللحم جو بسعادة خيم أو يعمل ياريتنوس بغنى وإيمان وعمل قزحاها مسؤول سفشأ أبيش يصرف حاجة سأر الصلاة باش شناغ زخي بغاث فقم وقتله زنجة اللحم وبناء فسشنا يتعلق في فاقوانش بالعلم عرق والمعرفة زخطانور بين شأن الصبر غزي خاس خراس والعمل عرق هذا الأمر زخطانور أخرتم أحاش خوشزي إخراس الصبر باش تشناغ زخي واجب بغاثنور واجبش للأم وما أجمع تسومي بسل الأمم جمجة على وجوب باش الصبر تشناغ غمش وأهمية حاش أر الصبر أرز للإمام نغش راضي أرز جا زجر النعم فغوري والمصيب على وغيح كل رز سواء ديش جا كما زراش يرضى بربه بسوا مش حاجة وأما سأجر الإمام شكرش الذي فزوا بصنر فزوا الشكر يز وغيح يشكر مديش عند المصيبة غزو سبحان غنش الله هذا إذا ما ما أخو غار تقرب زمت أوزه غو تسخط بطلمخ يبهري أخو غار اللحم هي يوخام وتيقوب جانر وان حش صبر بمسش واجب يدوانر إجماع باش تشناغ الأمة واجب سؤمت مستحب بسومي يبتل جاجا يشانر الزنغ أعلى عار المراتب مستحب كيف بمسش يشكر يبتلان شكر شيخ فزوا الإسلام بزنر ابن بسوي تيمية مش حاجة رحمه الله رسالة طيب تعالى خد تسجل وفزوا شكر زارب زنور شيخ الإسلام يرشد ابن الفتى تيمية ألحى رزيز إخوة خنم تتماقم يا غطساوش تاس لا جيم أو وعاد أن يكتب يانا رسالة بسموك لأمه يتخنو خياس تخيل بزجغخ أن وشيخ الشيخ الإسلام الإسلام كودو أبخوان بجغ بخوا غثاغو يشرف عليه زون غز بالبقاء غساك لعالي إمام الإمام بخجاءو لا جوم أوا أدخل السجن غطسنو تتماقم ويانا وعاد مش أن بسموك تكتب رسالة تخنو لأمه خيوا ماذا تصنع طوت تخنور دينابسي دمعتين ترزوج زي قد وذراع تراغحها قال له نفسك وحزن كم كما نوبز رجع تستحق أزو جام خدو الأمر أب على خدود ما كذا المهم ستميج يانا بسمو أراد أن يكتب تتناقم رسالة يسوك لأمه يتخاس في السجن يتخاس كتب تحمي رسالة صجر بعد جيد زري المسألة عد دجاش والحمد تخوى لله في حاس والصلاة على محمد النبي صلى بغمباري الله عليه وسلم صلاة رسالة أمر مري في بما حاس سلف عد الزمن دجاش وما يأس زادت خاخو نعمة دي انشد ولولا غتاقم النعمة ألا حمي فوق خارج ولولا زمي النعمة وجيتو التي أدري بين قتلو أس الجهة جيحات زاو وقد دي خاتري الله ألا أعلم حم قد خوزي أخا فوق خاري ولولا فصاصرت النعمة أدا غزو التي جكو دي تخاس تتناقم ولولا السو النعمة سكو زفا التي جاما عليه سيانا الجميع سيم قبسسو بزوجة وسلمني ودير على سنتان سلام النبي سكو خرج تفا غنا غمي تفجر هذا ينمي هو جتكمي المصير عار جزار تتناقم يقول حميس راش قد يقول شغا خط عمر خط في إنور يقول يتجاوز تاما المسلمون قجي أبا ألح من نفس شفونن والسجن تتناقم عن يسر ربهم يتحب على زمتصفو الرسول بجرة صفو راس شيري كتب بسمو يقوش رسالة خمج لأمه يا خويت خاوة ستاس تتناقى ميسو في بسمو مي أول بازوت زابر الساعة قرآن من آيات السجن جغل إزاز كتب هذا ويتحن اللهم فوق إما بخوش آخري أنذرك قوات قومس بربك جيري فحدث باش تناغ صبر شأنغ أبيش ومع حجاج ذلك سأر شكر أرزنغ ألحمي وأمل وخام رزوتي ورضا خونر أبيش وأمل حجاج لم سأر رضا شكر فصوت شكر صنر قجاء اللي حتاقة تاقم ما وقليل من صوص عبادي سبسط كم الشكر فصوت يا خاتر